جميع الأجسام معتمة غامضة ما لم يسقط عليها شعاع نور، والنور ليس بالضرورة يعني الضوء، فالمعرفة نور، والوضوح نور، والشفافية نور، والصراحة نور. ولكن ترى كل الأشياء والمعاني والحقائق من حولنا يكشفها النور؟ أم أن الكثير والكثير منها يجيد الاختباء؟ قالها أفلاطون من قبل. قد يمكننا بسهولة تفهم مخاوف طفل من الظلام، ولكن المأساة الحقيقية هي عندما نرى رجالا يخافون من النور. في النور الحقيقة الذات.